اليومين دول في نوعيه افلام ومسلسلات اختفت من مصر، حاجات زي امبراطوريه ميم، الحفيد، يا رب ولد، اشاعه حب، الايدي الناعمه، الشقه من حق الزوجه، ونيس، حماده عز، المسلسلات الاسريه الاجتماعيه البسيطه دي، وكان كوميدي ولذيذ برضو، بس مش لازم نموت من الضحك يعني. اللي كان اكبر مشكله فيها مثلا ان عيل صغير عمل صوابعه كده هو مسدس وقال لصاحبه تاريخ ترخ. الافلام دي كلها اتربينا عليها وكلها بنحبها، فين الافلام دي دلوقتي في السينما المصريه؟ فين اشرف عبد الباقي في الشارع المصري؟ اصل مش اي ممثل يعمل الادوار دي، الادوار دي بتطلب شويه صفات كده كلها موجوده في اشرف عبد الباقي. فاكرين اغنيه مشاكل 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 ستات رجاله تتشاكل؟ ده كان تتر مسلسل سنه 2003 نزل وكسر الدنيا، كان اسمه حكايات زوج معاصر، كل يوم حدوته، يوم روجينا، يوم بسمه، فاهم؟ والاثنين اسمهم ساميه. هو المخرج ما كانش عايزك تشغل بالك، يعني هو مش طالب منك تتابع كل مسلسل، هو بيقول لك خطف، لا شوف الحلقه الثانيه والسابعه مفيش مشاكل. رغم كده المصريين كانوا بيشوفوا كل الحلقات، اللي هو هنتابعه هنشوفه كله عجبنا ايه. بصوا كان بيقول لي ساعتها اصلا واحد ياخد عروسته ويطلع على اوضته ويقفل على نفسه 15 يوم، بعد 15 يوم نتقابل زي دلوقتي ان شاء الله الساعه 2:30. مسلسل سابق عصره طول اشرف عبد الباقي، الراجل ده مرزق. دلوقتي احنا عند المدخل بتاع المسرح كده كده. انت بتحب اشرف عبد الباقي، انت فاكر انك ما بتحبوش عشان هو مش واخد حقه، لو بصيت كده هتلاقي انك بتحب اشرف عبد الباقي اصلا يعني. لو ما بتحبش حكايات زوج معاصر فانت شفت راجل وست ستات، ولو لا فانت بتحب فيلم رشا جريء، ولو لا فانت بتحب حب البنات، فيلم عظيم. بص اغلب مشاهد الفيلم على ترابيزه السفره بياكلوا بروفيترول وشركسيه ومش عارف فخده بالايه كده. هنعيد طريقه عمل البروفيترول وهيبقى معاها كمان الشركسيه، وكده هنتفرج مع بعض كلنا على الفخده بعد ما تحط لها الجرناتور. بص احمد عز كان اجن واحد في الفيلم. الو ايوه مساء الخير. مساء النور يا فندم. تقول ايه حضرتك في واحده قادره توصل لقلب واحد بكل الطرق، معدته، عقله، مشاعره، مين ده؟ اي ناقه دماغه توزه يروح لوحيها هقطع وشه. يا خساره. وعلى فكره اولاد رزق حلو، انا مش بايب فيه، بس هو بيرفلكت، فاهم؟ بص ده اكتر مشهد ملحمي في فيلم حب البنات، متصور عند المخرج في الصالون تقريبا، لكن الممثلين برضو كانوا بيعملوا اللي عليهم ويقدوا. ما احنا رباطيه بقى. وكوكبه من النجوم بقى، ليلى علوي، اسر ياسين، حلا شيحه، عم سكار. مجانين. المهم خلينا في قشر، لو كل ده مش عاجبك فانت كده كده شفت دارك، واكيد عارف حورنه في اخر حلقه بيتتوب عشان يمشي الضيوف، اصل لو مش كده يبقى طفولتك مش كامله. الممثلين اللي بتمثل النوعيه دي من الافلام لازم نديها حب واحترام اكتر من كده شويه، اصل ما تحبوش ليه؟ تحس ابوك اللي هو لو حاجه باظت في البيت يقوم يصلحها. ها وما تخافش ده هيشكك ولا يعورك. ها والسيجاره ورا ودنك دي برضو صنعه. السيجاره دي اهم حاجه، وبعدين ازاي تجيبها من هنا لهنا؟ شفت السقا هو بيعمل كده ويقوم حاططها في بقه؟ انت بتعمل كده بقى؟ تحسه هاري بناته كده، اللي هو قوم اعمل لي شاي، مش عارف ناولين النضاره دي، واللي هو قاعد كده بالفانيلا. سوكلو ولا برور؟ سوكلو. البرور اللي هي جمع بر. برور الجيزه. ايه ده؟ عارف خالك لما يقول اقفله ويعجبه فما يسيبوش يقعد يحلبه لما يجيب اخره؟ انا عايز اقول لك ان انا راسمها بالبن. بالبن؟ اه والله. بالقهوه. اه ومظبوط زياده. فكرك خلاص كده؟ بس ايه ده في قهوه على بقي ولا ايه؟ لسه لسه المسرحيه مع البوفيه. بس هو احمد حلمي سخنه برضه. لغايه هنا كده كان حوالي 13 فنجان. اه لغايه هنا ابتدى يجي لي هبوط. لسه في تاني. مكملها الباقي شاي بقى. اه شاي. مش هنخلص احنا من اللوحه دي النهارده على فكره. بص بص دي. بالنسبه لجناح الفرخه ما حدش شكله خالص، لانها اكيد ما بتشن بتمسح في جناحها. طب ما حلو. هو بس اهم حاجه في الفرخه او الحمام انك انت ما تاكلش ايه؟ الجناح. ليه؟ لان لما بيجي لها انفلونزا بتفكس. يا ولد. طب ما حلو برضه. وبعدين صريح اي حد هيفهمه، لو الافيه مش واضح هيشرحوا يعني. بصوا ده اف ايه. بلاش موزع موسيقى، مهندس صوت. ليه مال صوتك يا استاذ اشرف؟ ده الشرح. مهندس يعني انت فاكر مهندس صوت وانا جاي اكشف عند مهندس يعني ولا ايه؟ طيب يعني بصوا ده اف ايه. اتفضل يا معلم. لا ده سلاح التلميذ، هات سلاح التسبيح. شرح. سلاح التلميذ على اساس ان انت جاي من الفجاله. اشرح اشرح. كان في جنبنا في امبابه مصنع الكبريت. اشرح اشرح. اللي بيعملوا علب الكبريت. مصنع كبريت. تمام. ولا يعمل علب ايه؟ وحتى تمثيله صريح، رياكشناته صريحه. بصوا ده اشرف عبد الباقي وهو مبسوط، ده وهو متحمس. يبقى عندي مستودع، مستودع كبير. ده وهو متوتر. النون الحرامي خرج من السجن وعايز مننا ايه؟ ده وهو مجرم. انا نخلوخ نغنغ مين قتل قتل. ده وهو جعان. يا ريت بقى لو هناكل فول، الفول ده بقى يبقى طاجن، واخده بالك؟ يبقى طاجن فول كده هو بقى ايه، بالقوطه واخده بالك وبالليه. الشخصيات مع استاذ اشرف عبد الباقي مش مركبه خالص، واضحه وصريحه والاطفال يفهموها. بص
مفيش ليرز، احنا مبسوطين يا عم كده. صوري جوا. وعلى فكره اسماعيل ياسين كان كده، وده عشان هو انسان شيك والله. بص الشيكه، يعني انا في التوقيت اللي عملت معاه صاحبه هنيدي ايراداته في السوق عامله ايرادات ضخمه. انا بالنسبه لي اما كنت عامل فيلم بطوله في نفس التوقيت لا ما كانش بيجيب حاجه. انا مصدقه يعني، الوش ده اكيد مش كذاب من غير ما تقوله ست. وبص هنا كان محرج يقول لي نيلي كريم انها مش من الجيل الجديد. مش راجل بالشعر ده قديمه؟ إيه لا جديده. جديده اه الجيل الجديد يعني الجيل الجديد. الجيل الجديد شايف ده متربي. وبعدين في تنمر كده اللي هو التنمر بتاع اشرف عبد الباقي اللي هو التنمر الوسطي الجميل. احنا النهارده في حلقتنا بنتكلم عن التنمر. تعرف ايه عن التنمر يا سامح؟ قول يا حبيبي ده حواليات. وليه جميل؟ لان هو نفسه بيبقى شخصيه مش ذكيه، كل فيها ان هو بيبقى اذكى من الشخصيه الثانيه، بس انت كواحد بتتفرج انت اذكى منهم هما الاثنين. هو مخليك اذكى منهم هما الاثنين. يلا بقى عمرها الاعتراضي بقى. عمرها الاعتراضي؟ طب تختار كلام تخين ليه يا ابني؟ اسمها عمرها الانفرادي. شخصيه عظيمه والله، وعظمتها في بساطتها. اسكتي ايه اخوي حصل ايه؟ مش قلت لك اسكتي؟ My friend Ahmed advised me to go to America. I should take England visa. England visa? Yes, and Holland visa. I see. So your plan is to get the British and the Dutch visa in order to go to America? Hollywood. Hollywood? Hollywood. بنروح الجمهور. انت اندمجتي ولا ايه؟ عشان خاطر، طب عشان خاطر النجوم اللي جم يحيونا دول يا ميمة. طب عشان خاطر حقنة البلهارسيا ده. تحية لأشرف عبد الباقي. ماشي يا كوكي، انا هغور من وشك بس خليكي فاكره. ليه؟ عشان بنسى يعني.